الحب كام مرة يغرنا شكله من بره، قلوبنا بتبقى مضطرة تعيش الكذب في المرايات، يصيبها الحب ويسيبها في ناس اسمتها ونصيبها، بتعشق ناس على عيبها وعيبنا ان ده بحلاها. مش هتاكلي؟ لا يا ماما ماليش نفسي. دينا نعم انا مش عايزاكي تضايقي من كلام الدكتور، هو لسه ما يعرفش حاجه. حاضر. وبعدين يعني هو كان قال ايه؟ قال شوية حاجات بسيطة وكل حاجة إن شاء الله هتبقى زي الفل، وأنا أكيد زي الفل، وتأخير الحمل ده لا يمكن يكون مني، تأخير الحمل ده أكيد رؤوف السبب فيه، وأنا لازم أسيب رؤوف. لا ده أنا لازم أطلع عينه كمان. ازاي يسمح لنفسه انه يقول لي عايزه اخلف وهي مراته هي اللي ما بتخلفش؟ ده هو اللي قايل لي كده. حاضر. وهروح لسلمى كمان.
وحنزل فيها ضرب لحد لما سقطها، واشتغل لها بقى في الاسود والازرق وكل الالوان الغامقه اللي انت عايزاها، عشان ابقى طبيعيه، عشان ابقى زي كل الناس، عشان انت تطمني. انا مش عايزه كده. امال عايزه ايه؟ اعمل ايه علشان محدش يسمعني كلامي ده؟ اسد وداني ولا اخرمهم واترش عشان ما اسمعش اي حاجه، واعيش بقى بالطريقه اللي تريحني؟ يا بنتي ايه اللي حصل لده كله؟ انا ما قلتش حاجه، انا بس عايزه اطمنك. تطمنيني بعد ما سمعتيني كل الكلام اللي يخليني مش طايقه نفسي، اللي خلاني اسال نفسي 100 مره هو انا ليا الحق في الحياه ولا لا؟ بعد لما خليتيني السواد ينزل على عينيا ما بقتش شايفه حاجه، ما بقتش عارفه الصح من الغلط. طيب انت عايزه ايه؟ ايه اللي يريحك دلوقتي؟ بتسأليني عايزه ايه؟ ايه اللي يريحني؟ هقولك، محدش ليه دعوه بيا، محدش يبص عليا، محدش يقولي بعمل كده ليه ولا عشان ايه. انا حره، حره، محدش ليه دعوه بيا، محدش. ايه يا حبيبتي خير؟ خضتيني، صوتك كان وحش قوي في التليفون، في ايه؟ انا اسفه يا طنط والله، بس كنت محتاجه اتكلم مع حضرتك قوي. هو يوسف هنا؟ لا نزل من بدري. حابه تشربي ايه؟ لا ولا حاجه، تعالي بس اقعدي احكي لي. اتخانقتوا؟ لا، وهو ده اللي قلقني. يوسف لما بيزعل مني بيتخانق، بيزعق، بيطلع اللي جواه، ساعتها بحس ان الموضوع انتهى وهو نسي، لكن لما بيسكت ويكتم كده يبقى مش مستريح. هو ايه اللي حصل؟ طلع ماله زفت؟ بعت له صورنا لما كنا متجوزين، ويوسف اول ما شافها اتضايق جدا، وانا ما بقتش عارفه اعمل ايه. بس هي والله صور عاديه جدا، ما هو كان جوزي يعني، فالطبيعي اني اتصور معاه، وبعدين ما كنتش عارفه اني هتطلق من الزفت ده. بس هو ده اللي حصل؟ دي حاجه بسيطه خالص، سيبي الموضوع ده بس انت عليا. المهم اللي انا عايزاكي تعرفيه ان زعل يوسف ده المفروض يبسطك مش يزعلك. يا عبيطه، ده معناه ان هو بيحبك وبيغير عليكي، وما دام ما تعصبش ده معناه ان شايف ان الموضوع ملوش لازمه اصلا، ولا ايه رايك؟ يا رب. يوسف، الحمد لله على السلامه يا خالتي. حبيب خالته، قومي انت بقى اعملي لي فنجان قهوه عشان صدعت. حاضر. تعالى اقعد جنبي هنا، انت وحشني قوي. اقعد. ايه وقعت في ايه؟ مزعل مراتك ليه؟ انا اللي مزعلها؟ ايوه يا يوسف. بقول لك ايه يا ابني؟ انتوا ما دام اتجوزتوا يبقى لازم تنسى كل حاجه غير ان دي مراتك اللي بتحبها واللي هتبقى ام ولادك. وبعدين لازم تثق فيها يا يوسف عشان الحياه تستمر. اللي عمله زفت طلعت ده عامله علشان يخرب عليك، ما تدينوش الفرصه لده. غصب عننا يا خالتي. ايوه روح له، قول له العبط اللي انت بتعمله ده لو عملت قده مليون مره مش هتقدر تفرق بيني وبين مراتي اللي بحبها. غيظه يا واد. يلا يلا يا يوسف، قوم قوم صالح مراتك يا واد. انتوا متجوزين ما بقالكوش 20 يوم. 25 يوم يا خالتي. ربنا يبارك لكم يا ابني. يلا. ازاي؟ اهلا يا حبيبتي. يا اهلا. انا قلت قبل ما اروح الشغل اجي اصبح عليكي وافطر معاكي واجي اخد بقى شويه طاقه ايجابيه زي المره اللي فاتت. اذا انت تعبانه ولا ايه؟ لا يا حبيبتي. انا كويس الحمد لله. لا انت تعبانه، شكلك باين عليه. انا واخده على كده. وبعدين هو احنا ناخد زماننا وزمن غيرنا ولا ايه؟ يا حبيبة قلبي انت الزمن يجي لغاية عندك ويقول لك شبيكي لبيكي تأمري بإيه؟ هو سامي نزل من بدري؟ نزل ونادي راحت لمامتها وسابوكي لوحدك؟ يا ستي
طالما هم مبسوطين خلاص انا كمان ببقى مبسوطه. ايه مالك؟ تعرفي انا لولا كنت محتاجاكي تكلمي والده عماد وتقفي جنبي انا ما كنتش جيت لك المره اللي فاتت. احنا وحشين قوي كده، بننسى اللي بنحبهم نفتكرهم بس لما نبقى محتاجين لهم. لا انتوا مش وحشين ولا حاجه، الدنيا هي اللي اتغيرت خلاص، ما بقاش حد عنده وقت عشان نزور حد، حتى للناس اللي بنحبها. انا مش متضايقه ولا حاجه، بالعكس ما دام هم مبسوطين خلاص. تعرفي ان انا كمان نزلت من غير ما اصحي ماما ولا اسالها انت هتفطري ولا لا. احنا ليه الحاجه الحلوه لما بتبقى في ايدينا ما بناخدش بالنا منها؟ بقول لك ايه، هو انت جايه تلبستي ولا جايه تزعلي نفسك؟ انا هقوم اعمل لك فطار ملوكي دلوقتي، نفطر ونشرب الشاي وتروح على شغلك. انا مش هروح الشغل النهارده، انا هكلم ماما وننزل انا وانت وهي وطنط نجاة نتغدى بره. اه من النهارده بقى انتوا اهم حاجه عندي، ما هنفضل نشتغل طول عمرنا، هناخد ايه اكتر من ربنا كده. انا هقوم اعمل الفطار. ها يلا. اه مالك يا حبيبتي؟ الحقيني يا بنتي. مالك يا طنط؟ مش مالك قادرة. مالك يا طنط؟ طنط زينب. طنط زينب. ولاء في ايه يا ولاء؟ ماما عامله ايه دلوقتي؟ بقت كويسه؟ اطمن اطمن، هي بقت كويسه دلوقتي. خير يا دكتور؟ ماما مالها؟ قلبها تعبان شويه. يعني ايه؟ وهتحتاج تراجع دعامه بعد اذنكم. انا هدخل لها. عايزاكي يا ريت تاخدي بالك منها اكتر من كده. هي اشتكت لك؟ لا هي ما اشتكتليش، بس انا خدت بالي من حاجه وقلت اقول لك. مش عايزاكي تتضايقي من كلامي، انت زي اختي. لا انا مش متضايقه ولا حاجه، انا وسامي كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده اصلا. انا هدخل لها. الو؟ ايوه يا عماد، انا كنت جايه نزوركم النهارده انا وماما، اصل طنط نجاة وحشتني قوي. ان شاء الله هتكون كويسه. دي لسه ما كملش 7 شهور، بس انا متاكده انها هتكون كويسه. يا رب يا رب. خير يا دكتور؟ خير، بنت زي القمر. بنت ليلى. نادية بتتصل. أرد؟ اه رد، قول لها هكلمها كمان شوية. اوكي يا حبيبتي. ألو. أيوه نادية، ازيك؟ أنا تمام الحمد لله. لا ليلى في الحمام، أول ما تخرج هتكلمك. اوكي باي، مع السلامة. نادية كانت عايزة ايه؟ ما قالتش حاجة، قلت لها ليلى لما تخرج هتكلمك. تصدق البت دي دماغ قوي. بقولك ايه يا يوسف، ينفع اقابلها النهاردة؟ اه طبعا، انا ما عنديش اي مانع. بجد؟ يعني انت موافق ان نخرج معاها النهاردة؟ اخرجي. اوكي اروح بقى اكلمها. لا لا لا، ما تكلميها هنا. اوكي اكلمها هنا. الو؟ ايوه حبيبتي، وحشتيني قوي. ايه ده بجد؟ رباب كمان هنا؟ فين؟ في
شق الدينا يا ولاد اللذينه. هقابلكم النهارده، ده احنا هننموا شويه نم. ماشي يا حبيبتي، اوكي يلا جايالك. باي يا روحي. ميرسي يا حبيبي. يا لهوي البوتاجاز. بنات يا دينا جميلة خالص. مبروك. الله يبارك فيك. دكتور رؤوف، مدام سلمى. مالها؟ للأسف بقال الليل. سلمى، لا لا يا سلمى، لا ده انت لسه ما شفتيش بنتك، مش قبل ما تشوف فيها، لازم تشوف فيها الاول. سلمى سلمى مش دلوقتي، طيب استني استني لما تشوفي بنتك، استني لما تشوفي بنتك. دينا ما شافتهاش يا دينا، ما شافتهاش. سلمى سلمى لازم تقومي. طب قومي شوفيها الاول، قومي شوفيها. طيب ما تسيبنيش ما تسيبنيش يا سلمى، ما تسيبنيش يا سلمى. كان نفسنا نشوف الاستاذ محمود النهارده. معلش بقى مدام همت، اصله تعب شويه وقال لي هاخد عماد واروح للدكتور، بس قال لي اوعي اوعي تخلي مدام همت تمشي لما اجي. طب نكلم عماد نطمن عليه. لا يا حبيبتي، بعدين يفتكرك ان انت زعلانه ولا حاجه. وهنزعل ليه؟ احنا كنا عايزين بس نطمن عليه، والحمد لله دينا شفناك انت كمان يا مدام ناجيه. وانا كمان مبسوطه قوي اني شفتك النهارده، انا كان نفسي ازورك من زمان، وياما قلت لعماد خدني خدني ازورها، هو يقول لي انا مشغول يا ماما، اصله بيحب شغل موت زي ابوه. بعدين عماد ابني ما بيحبش المسخرة ولا الحل المايل. تشربوا ايه؟ خليكي انت يا طنط، انا هقوم اعمل. لا يا حبيبتي لا، مطبخي ما حدش يخش غيري، اصل انا راسه في حاجات كده بنظام. معلش قولي لي حاطه الحاجات فين وانا هقوم اعمل. افتح؟ افتحي. اللي قولي لي يا مدام همت. نعم. مال شكلك كده تعبان وزي ما كوني كبرتي 20 سنه. كبرتي ده ايه؟ قلناه. طب ده انا بروح الجيم كل يوم وعندي لياقة بدنية تفوق اي بنت عندها 20 سنة. اهلا، ازيك يا طنط؟ نورتين. اهلا يا حبيبي، ازيك؟ الحمد لله. منورانا والله يا طنط. منور بوجودك يا حبيبي. الله، امال الاستاذ محمود فين؟ انت سبته عند الدكتور وجيت لوحدك؟ دكتور ايه؟ طب يلا يلا نعمل شاي. شاي؟ طيب على فكرة يا مدام نجية، انت لازم تروحي الجيم عشان تبقي رشيقة وخفيفة كده. جيم ايه يا حاجة؟ قولي اروح احج، اروح اعمل عمرة. وماله يا حبيبتي، ربنا يكتبها لنا، هو حد يطول يزور النبي؟ اللي قوليلي عملتوا ايه في العفش؟ عفش؟ عفش ايه يا حبيبتي؟ مش لما الاولاد يستقروا على الشقة نبقى نفكر في العفش؟ شقة؟ شقة ايه دي؟ ابني هيقعد معايا مش هيسيبني. الله، بس ده ما كانش اتفقنا مع الاستاذ محمود. انا مالي، محمود يقول اللي يقوله وانا اعمل اللي انا عايزاه. والله العظيم منورانا يا طنط. ربنا يخليك يا حبيبي، انت اللي منور. ايه ده؟ ايه الشاي ماسخ قوي. حصل ايه؟ اصل انا قلت لعماد سيبني اعمل شاي، قال لي لا.
عسل عسل، الشاي عسل قوي والله. لا والله. بقول لك ايه يا عسل، عملتوا ايه في موضوع الشقه؟ يو انا مش لسه قايله لك ان ابني هيقعد معايا. بس هو مين قال كده يا ماما؟ انا. ايه حاسبني انا وابوك ولا ايه يا عماد؟ الله، لازم تقعد معانا. والله انا شايفه ان الشقه حلوه قوي، وشايفه يعني كمان ان احنا مش محتاجين نجيب شقه تانية. وبعدين انا بحب قوي اقعد مع طنط نجاية. لا لا، الشقه ضيقه وما احبش حد يقعد معايا خالص فيها. اهلا 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 يوسف صاحبي وحبيبي. ايه يا عم الغيبه الطويله دي؟ ما عليك حق صراحه، ده انت عريس. خلفت ولا لسه؟ تصدق ان انا زعلان منك؟ يعني انت مش هين عليك ترفع سماعة التليفون وتتصل بحبيبك وتسأل عليه؟ حبيبك اللي انت اكلت معاه عيش وملح وعشت معاه سنين طويلة واتجوزت مراته. عايز مني ايه بالظبط يا طلعت؟ عايز ايه بالظبط؟ يا عم انا مش عايز حاجة، انا عايزك سعيد ومبسوط. لو عجبك الموبايل ده اعتبره هدية جوازة. الرسالة دي ليلى اللي بعتها صح؟ اوعى تقول الكلام ده. لا، دي ليلى دي اشرف مش شرف، دي ست الستات. طب ده انا مرة بعت لها واحد صاحبي عشان يصالح بينا، راحت اتجوزته. ما تكلمي زي ما بكلمك يا طلعت. اكلمك ازاي؟ نزل ايدك، اعقلها انت بقى وفكر. ما ترد عليا يا اخي زي ما بكلمك. ما تكلمني. اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ اقول لك ايه يا يوسف؟ اقول لك الحقيقة؟ اقول لك الحقيقة. انت عبيط وساذج واهبل عشان احنا استخفيناك واكلناك الحلاوه عشان تسيب المكتب وتطلع من مول البلحمص وبعد كده تتطلق منك وتتجوز حبيبها الاولاني يا اخي. ما تقولش كده يا اخي. ما تقولش كده. ما تقولش كده يا اخي. كفايه. مين اللي جاي دلوقتي؟ الله، هو انت مش لسه مروحه؟ يعني اعمل ايه؟ ادخل يعني ولا اعمل ايه؟ انت فكره ممكن اقول لك ايه؟ اتفضلي حضرتك لما اشوف اخرتها ايه معاكي. خشي. اتفضلي اتفضلي. اعمل لك حاجه تشربيها ولا انت؟ لا هعمل لك ليه؟ ما انت عارفه كل حاجه في البيت. روحي روحي اعملي لنفسك. انا روحت ماما وقلت اجي اقعد مع حضرتك شويه عشان نتكلم لوحدنا. لا والله، غني. انا سمعت ان صوتك حلو. انا لو غنيت على الدنيا كلها لا يمكن اغني عليك انت. بنت انت، الشويتين دول ما تعملهمش عليا. ها انا فهماكي، قولي ايه اللي في دماغك انت وامك؟ في دماغي اني اعيش حياه جميله حباها مع عماد. في دماغي اني اعمل البيت اللي اتمنيت اعمله مع حد انا بحبه وشخص يستاهل ان احنا نقف جنبه ونخليه ينجح. اسم الله يا اختي، ابني نجح طول عمره، عمره ما سمت ولا جاب ملحق. هو حضرتك متضايقه انه هيتجوز ولا متضايقه انه هيتجوزني انا بالذات؟ يو في ايه؟ انت شايفاني متضايقه؟ ما انا كويسه اهو. انا عايزه اقول لك على حاجه، انا مستحيل اتجوزه الا اذا كنت مستريحه وموافقه ومبسوطه. انا مش عايزاه يبقى محتار بين انه يرضيكي وانه يبقى معايا. ربنا ما يحيره ابدا، ابني حبيبي. وحبيبي انا كمان. تزعلي اني احبه؟ تزعلي اني اخاف عليه؟ تزعلي اني ابقى معاه واتمنى له اكتر من اللي تتمنيه؟ انا؟ لا طبعا. امال حضرتك ليه محسساني انك مش مبسوطه؟ ليه محسساني انك مش عايزاني؟ تقعدوا معايا. هنجيلك كل يوم. وليه ما تقعدوش معايا؟ عشان عايزة يبقى ليا بيت زي بيتك كده. عايزة يبقى ليا مكان بتاعي أنا، ملكي أنا، أنا اللي عارفة فيه كل حاجة، زي ما حضرتك قلتي، مطبخي، كل حاجة أنا اللي عارفة هي فين. يعني مش هتمنعيه يجيلي؟ مستحيل. أنا عارفاكم،
بعد الجواز بتتغيروا. طب لو قلت لك فعلا اني بحبك وانك قريبه مني وانك زي ماما؟ لا لا بلاش زي ماما، دي هكرهك. ماما ايه؟ ماما اللي كل شويه ونومو. لا لا. طب انا ازعل بقى ولا ماليش حق؟ لا من حقك تزعلي لان امك، وانا من حقي اقول اللي انا عايزاه. طب انت لسه واخده موقف مني؟ يا بنتي هاخد موقف منك ليه؟ انا يهمني سعاده ابني. يا رب ما اكونش ضايقتك. ضايقتيني ايه يا بنتي؟ ده انا ضايق بلد. بقول لك ايه؟ ما تمشيش لوحدك تاني بالليل، سامعه؟ خلي بالك من نفسك. ولما توصلي كلميني بالتليفون، طمنيني. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعيطي ولا ايه؟ ايه بعيط ايه؟ لا طبعا محدش يقدر يخليني اعيط، ده اللي يخليني اعيط افرمه، سامعه؟ عايزه اقول لك على حاجه، خلي بالك من عماد ده، طيب وغلبان. تصدقي انا حبيتك اكتر من الاول مليون مره. رؤوف، كنت عايزة أتكلم معاك شوية، ممكن دلوقتي ولا تحب بعدين؟ بقى في حياتك أنا كلمت المستشفى اطمن على البنت، قالوا لي إنها كويسة قوي، الممرضة سألتني هتسموا البنت إيه؟ أنا سمحت لنفسي إني أقول لها هنسميها سلمى. أنا عارفة ومتأكدة إنه كنت عايز كده، بس يمكن محبتش تسألني، افتكرت اني ممكن ازعل او اتضايق، بس ده مش صحيح. معرفش اذا كنت هتصدقني لو قلت لك اني حقيقي زعلانة على سلمى ولا لا، معرفش هتصدقني ولا لا لو قلت لك ضميري بيموتني اكتر 100 مرة من قبل كده. لكن البنت زي القمر، أنا كنت بتفرج عليها وهي في الحضانة، جميلة بتعمل حاجات غريبة قوي، يعني ما فيهاش حاجة مني؟ لا زي القمر زي مامتها. أنا مش عارف من غيرك كنت عايش إزاي. أنا بحبك أوي أوي، وأنا كمان بحبك أوي أوي. اتفضلي يا رباب. ماما يا ماما ماما، راحت فين الست دي بس؟ ايه ده؟ يا ناسيه موبايلها هنا. طب الحمد لله ان انا اطمنت عليها، انا كنت قلقانه قوي. اقعدي يا رباب واقفه ليه؟ اقعدي يا حبيبتي. طب الحمد لله ان هي بخير. الحمد لله ان احنا جينا بالمره بقى، اخد كام حاجه كنت ناسيها وكنت قلت اجي اخدها. خليكي قاعده. الو؟ لا والله انا مع ليلى، اصلها كانت قلقانه على امها، كانت بتتصل بيها ما كانتش بترد.
رحت معاها. ايه؟ طب خد خد هي معاك اهي. ايه يا عم مجدي؟ انت على طول متعصب علينا كده؟ لا والله انا اللي عديت عليها واخدتها من غير ما كانت تعرف اصلا احنا رايحين فين، عشان خاطر ماما بس كنت قلقانه عليها قوي. لا بقى انا عارفه انك صعيدي جوي يا ابوي وطيب وجدع. طب بقول لك ايه، ما تعدي تاخدها. اه اصلا انا هفضل قاعده مع ماما شويه، وما ينفعش يعني تسيب مزدتك كده تنزل لوحدها بالليل. ماشي، اول ما تبقى تحت البيت اديني رنه بس وانا هنزلها لك في باراشوت. ماشي، سلام، مع السلامه. قالك ايه؟ ولا حاجه، كبته على رجليا بالهداوه. بقولك ايه يا رباب، الرجاله دول ليهم خريطه كده في التعامل. اه والله، يعني لما تلاقي الراجل من دول متشعنن هدي انتي، تلاقيه بارد خليكي لوح تلج، يعني من الاخر ما تحطيش نار على نار عشان ما تولعش في وشك. بقولك ايه، بس الواد مجدي ده شكله واقع على شوشته. عرفتي منين؟ باين من صوته. ازاي يعني حمقته كده وقلقه عليكي مش عشان عايز يعمل فيها راجل يعني، وازاي تنزلي من غير اذني والحاجات بقى اللي هم حافظينها مش فاهمينها دي. اه والله صوته كده واحد قلقان دخل البيت ما لقاكيش كان هيموت. ده مش حب يما، ده شكله العشق الاسود. ايه الاسود؟ لا بقولك ايه، اتلحلحي شويه، انت ما تعلمتيش اي حاجه من البت المخفيه دي اللي اسمها ناديه؟ خلاص انا هخليه يمشي يقول رباب رباب رباب. طب بقولك ايه بقى يا رباب يا رباب يا رباب، لسه جايبه كام طقم مسخره، مش خساره فيكي. ايه ده؟ لا ما اقدرش. بت اوعى تكوني فضحتينا، ده جوزك يا هبله. لا لا لا، يقولوا عليا ايه في البلد؟ بلد مين ياما؟ جوزك. ايوه طبعا انا بهزر معاكي، يلا نخش نشوفه. وانا اللي كنت فاكراكي مؤدبه. تعالي في حته طقم موف. يا لهوي. انتي سبب في كل اللي حصل لي. انتي فقر. انا خسرت الشركه اللي قعدت طول عمري اكونها بسببك، وخسرت صاحب عمري برضه بسببك، وقتلته بسببك. ايوه بسببك، انتي السبب، انتي السبب. في ايه يا يوسف؟ مش عارفه في ايه يا فجره، مش عارفه في ايه يا فجره. انت السبب في كل اللي حصل لي، انت السبب. قتلت صاحب عمري بسببك. ايوه قتلته بسببك، قتلت صاحب عمري بسببك. لا لا لا، ده مش صاحب عمري، ده كلب وخاين زيك. يا سفله، يا خاينه، يا خاينه. اتفقتي مع طلعت ان انا اتجوزك عشان ابقى انا الخروف وتعيشوا مع بعض سوا سوا، وانا حمار حمار. يا خاينة يا خاينة يا خاينة يا خاينة. فين يوسف جلال الدين؟ انا يوسف. لا لا لا.